الدين النصيحة. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فراتاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. أعزائي المشاهدين، رحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. اليوم حتكون عندنا حلقة مميزة جدا، وطلبتوها طبعا مني والأخوات والأصدقاء، طلبتوها عبر الصفحة. والأمانة أنا طبعا من قبل موسم سفرتنا لما طلعت بث في صفحة البرنامج، كنت ديما نقول عندي وصفة كروسون الأصلية، حنشاركها مع الأخوات والأصدقاء حتى يجربوها. وطبعا حاولت أن نبسط قدر المستطاع الوصفة حتى ديروها نفس طعم المخابز الفخمة ونفس محلات الحلويات المحترفة. يعني البريوش اللي حنديروه اليوم مش حيكون البريوش العادي، لا، حيكون البريوش المورق، أو خلينا نقوله الكرواسون اللي هو المورق، اللي من داخل زي خلية النحل، اللي أي حد ممكن حيدوقها منكم مش حيصدق نهائيا إنكم درتوه في البيت. هذه أول نقطة. تاني نقطة، لازم الوصفة هي ما هيش الوصفة السريعة جدا، هذه نوه عليها، يعني مش حنحضرها في نص ساعة ولا في ساعة، لا، الوصفة هي تبي وسعة بال، ممكن مكوناتها مش هلبة، العجينة مجرد دقيق وزبدة ومية فقط، لكن تبي وسعة بال شوية في التحضير. اليوم حنحضروا مع بعضنا الكرواسون بالطريقة الأصلية، اللي هي نفس طريقة المحلات اللي في أوروبا، المحلات اللي في الفخمة اللي في حتى في البلاد. يعني مش حتكون وصفة سريعة جدا أو الوصفات البريوش البسيطة، لا، حتكون وصفة بريوش بسيطة، ولكن خلينا نقوله من الوصفات اللي تبي تحضير وقت حتى تحصلوا على البريوش شهوة. وطبعا ميزة الكرواسون هذا حيجيكم مورق زي خلية نحل من الداخل، وأنا حندي لكم العجينة قدامكم، حنحضروها مع بعضنا وحنفتحوها ونطبقوها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. حنتعرفوا مع بعض على مكونات العجينة وحنرجع لكم باش نحضر الوصفة مع بعضنا. مكونات عجينة البريوش، نحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق، وطبعا أي ما يعادل 3 أكواب من الدقيق. طبعا أهم شيء الدقيق، استخدموه دقيق يكون خبز مش دقيق حلويات، ردوا بالكم ديروا دقيق حلويات، لازم يكون دقيق خبز. نحتاج لي 500 جرام من دقيق الخبز، يعني نصف كيلو من دقيق الخبز. نحتاج لي نصف كوب من المية، وهذا حسب الحاجة. ونحتاج لي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونحتاج لي ملعقة كبيرة من الزبدة، ونحتاج لي ربع كوب من السكر ورشة ملح. أما للتوريق نحتاج لي 200 جرام، يعني كوب من الزبدة الغير مملحة، أي مقصود بها الزبدة الأوروبية اللي جي في سيلفر، مش نسميها ماركات معينة. ونحتاج لي صفار بيضة. طبعا للتقديم شوكولاتة، جبنة، حشوة فستك، عسل، لوز، مكسرات، جرجير، طماطم، هذا شيء يرجع لكم، جبن كريمي، زعتر، زيت زيتون. طبعا التقديم هذا حرية الاختيار لحضرتكم. وعلى فكرة حتى بنتا هو صادق رهيبة جدا، حنفتح واحدة قدامكم، مجرد اني بنحكي لكم عشان نتكلم بالضبط، خلينا نجيب سكينة ورح نفتح واحدة قدامكم، شوفوا عشان نتكلم بالضبط ان وصفة البريوشة هي كيف من داخل زي خلية النحل. يعني شوفوا من داخل كيف، شوفوا يعني تحسوها كأنها مرقة وخلية النحل. هذا نجاح الكرواسون. لو ينجح معكم الكرواسون لازم تكون عندكم النتيجة هي تحسوها زي خلية النحل بالضبط، هذا معناه الكرواسون عندكم ناجح واموره تمام. توا حنتعرفوا مع بعض على المكونات، تعرفنا عليها وحنحضروها مع بعضنا. الطريقة كالآتي، طبعا لازم الشخص اللي بيدير البريوش أو الكرواسون لازم يكون عنده وسعة بال شوية في التحضير.
مكوناتنا العجينة سميناها بسيطة جدا، لكن شوية خطوات وتكات بس تنجح معنا الوصفة. أنا حندفي المية، عندي المية أنا هنا نصف كوب. أنا طبعا درت المية زيادة على حسب حاجة، حسب الحاجة، أنا نوع الدقيق يختلف من ماركة لماركة، فأنا درت المية ديما بالزايد باش نشوف حسب العجن. تمام، عندي طبعا دقيق الخبز أنا هنا، أهم شيء استخدموا دقيق خبز مش دقيق حلويات باش يضاعف معاكم البريوش ويطلع لكم جميل جدا. أول خطوة بنديروها مشاهدينا الكرام، حنجيب أنا هنا صحن هنحط فيه كشيك الخميرة، وبنحط شوية من السكر، وبناخذ المية اللي دفيناها وبنحطها يا دوبك المية، مجرد بنخلط المية مع الخميرة بهذا الشكل، تكون المية دافية. حنقلب الخميرة في المية بالشكل هذا. حنجيب توانا هنا دقيق، بنحط رشة الملح. تمام، حطينا رشة الملح وبنحط السكر. عجينة الكرواسون ما فيهاش دحي، صفار بيض للزينة للدهن بس مش للعجينة. هنحط الفانيليا، البريوش هنا نحب ننكهه بالفانيليا سائلة، طبعا ممكن تنكهوه بقشور برتقال أي نوع، أو ممكن تخلوه صادة، نكهة الزبدة بس سادة. تو بنحط الخليط الخميرة اللي درناه. تمام، حطينا الخميرة أو الخليط متاع الخميرة، وعندي أنا هنا ملعقة من الزبدة هنحطها. توا بندوب الزبدة مع الخميرة مع السكر، العجينة هاي نعجنوها كويس مع بعضهم لين يبدأ قوامها العجينة، خلينا نقولوا نفس عجينة الخبزة أو أي نوع عجينة تستخدمه، ما هوش لين وما هوش جاف، يكون عجينة قوامها عادي. حنقعد نضيف المية بالتدريج. أنا طبعا البريوش نحب طعمه محايد، السكر درت ربع كوب فقط، تبوا يكون محلو زيادة معناها بتزودوا السكر ديروا معناها نص كوب. أنا عايز نحب البريوش محايد، ممكن نديره بجبنة وزعتر مرات، مش شرط أن نديره بالشوكولاتة ولا بعسل. أنا أفضل أنكم تلتزموا شوية بالمقادير باش ينجح معاكم الكرواسون عندكم هنا. طبعا أنا نقول بريوش، ممكن أنا طبعا في حاجة من نأكدها، أنا ممكن إحنا طبعا في من الأصدقاء يتابعوا فينا خارج ليبيا، إحنا طبعا اللي في ليبيا نقولوا له بريوش، ولكن هو البريوش هو نوع من المخبوزات بروحة اللي هي مخبوزات إيطالية ما لهاش علاقة بالكرواسون، لكن الشكل الهلالي هو هذا الكرواسون، فهذه نحب إن نركز عليها شوية. حنقعد توا نزيد في المية بالتدريج ونقعد نعجنه في عجينتنا لين تخلط كويس. طبعا ما تبيش لا عجانه ولا اي شيء بحكم احنا مش يعني كميه كبيره. تمام بالشكل هو. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين كيف عجننا العجينه هنا. طبعا لو حسيتوا انكم قعدتكم مش ملسه ممكن تخلوها ترتاح 10 دقائق واقعدوا عجنوها، عاودوا عجنوها ثاني، طب فورا تبدا عندكم العجينه ناعمه. طبعا المكونات العجينه على الهواء، يا ريتكم تديروها سكرين شوت بس تحفظوا الوصفه. طبعا في هلبة من الاصدقاء طلبوها مني للامانه وصفه البريوش، وانا طبعا ما نقدرش اني نسميها لهم، لازم يشوفوها لايف باش تجي تنجح معهم، لازم يشوفوها وانا نحضر فيها لايف باش تنجح معهم الوصفه. طبعا نحب نذكركم مشاهدينا الكرام للتواصل معنا، احنا طبعا على الهواء مباشره، حتى تتواصلوا معنا ممكن تتواصلوا معنا على الارقام التاليه الموجوده عبر الشاشه 021 360 0101 021 360 0102 021 360 0103، ويلي خارج الدوله ممكن تتواصلوا معنا عبر الفايبر. تو هنا بعد ما عجننا العجينه كويس، خلينا نقوله لازم ما نخلوها ترتاح ليلة، هيا تعدرناها في الليل. تمام، مثلا نغلفوها ونخلوها في الثلاجة، يا إما في الليل إما ترتاح 6 ساعات، عجينة البريوش لازم ترتاح 6 ساعات على الأقل. أنا نتكلم على الوصفة الأصلية، انتبهوا، مش إنه ممكن في غيري مدير الوصفات السريعة أو غيرها، لكن أنا مدير لكم الوصفة الأصلية،
لازم ما العجينة ترتاح لمدة ليلة كاملة من 12 ساعة أو أقل شيء 6 ساعات، ويفضل تديروها في الليل وتخلوها ثاني يوم صبح تشتغلوا بها. أنا حنجيب يلي أنا اشتغلت يلي أنا عجنتها قبلها بليلة. تمام، نطلعوها من الثلاجة ونخلوها تاخذ حرارة الغرفة، نشتغلوا بها بدرجة حرارة الغرفة. شوفوا الفرق، هذه طبعا اللي احنا خليناها ترتاح ليلة كاملة، لازم ترتاح العجينة ليلة كاملة بس تجينا سوفت وناعمة ونشتغلوا فيها البريوش بكل أريحية. راح ناخذها نخليها على جنب، ممكن نحطوها هنا. تو بنجول الخطوة الثانية، تو هي بنخلوها شوي على جنب العجينة، حنرجعوا لها ونشتغلوا فيها. بنجول الخطوة الثانية اللي هي الزبدة. الزبدة حنجيب اثنين ورق من الخبز أو اثنين كيس نايلو، بنحط فيه 200 جرام من الزبدة. لازم تكون الزبدة غير مملحة، اللي هي طبعا الزبدة اللي تجي أوروبية، أي ماركة هم تكون زبدة حيوانية مثل مارغرين. هذه نقطة. طبعا هم في المخابز يستخدموا فيها تلقوها بلوك جي زرقاء، أو ممكن تاخذوها بمستلزمات الحلويات. مهم زبدة تكون غير مملحة بس تعطيني توريقة البريوش. حناخذ فوقها ورقة زبدة ثانية. تمام، وش راح نديره توا؟ نبي نقعد نفرد فيها على شكل مربع. تمام، هنقعد نفرد الزبدة على شكل مربع. طبعا الزبدة يفضل تشغلوا بها تكون مش بدرجة حرارة الغرفة، تكون مسقعة بس ما تدوبش، تكون طبعا هذه أنا منشغل فيها باردة على فكرة، كيف نطلعها من الثلاجة قبل الهواء ولا تكي. عندي الزبدة حناخذها، وش راح ندير؟ راح نطبق الورق عندي هنا. تمام، ونحاول اننا نعطيها الشكل المربع. هو تمام، اخذت شكل المربع هو. راح ناخذها زي ما شايفين، ولت عندي الزبده بهذا الشكل. راح ناخذها ونحطها في الثلاجه لمده نص ساعه، لازم الزبده ترجع تجمد مره ثانيه. انا طبعا وتيت واحده ثانيه، عندي الزبده هي كانت مده نص ساعه حطيتها في الثلاجه، حنطلعها ونشتغل بها. تو حنجيب انا هنا العجينه يلي خليناها ترتاح ليله كامله. معنا اتصال من أخت ألاء من طرابلس. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا شاف، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك أختي ألاء، نهارك طيب، شو الأخبار؟ شو حال صحتك؟ إن شاء الله تمام. تمام الحمد لله. لو سمحت شيف، الحمد لله، تفضلي. نبي نطلب منك بيتزا بعجينة شفان. تمام، البيتزا الدايت إن شاء الله. حاضر، الحلقة الجاية يوم السبت بإذن الله حتكوني حلقة سناك للدايت، اللي هي طبعا فيها بتكون طبعا بيتزا وبوب كورن ونوع بسكوتي للدايت. فان شاء الله خليك معنا يوم السبت، ان شاء الله حتكون حلقه مخصصه باذن الله. تمام، صحيت شيخ. شكرا لك اختي هلا، بارك الله فيك، الله يفتح عليك، شكرا. توا رح ناخذ انا هنا العجينه وبنحط لها دقيق شويه، وركزوا معي في الخطوه هي كويس بالله عليكم مشاهدينا الكرام بس تنجح معكم الطريقه. رح ناخذ توا عجينه البريوش ونبي نفردها. ممكن هي شوية خطواتها كبيرة شوية، لكن معلش لأن بس ينجح معاكم الوصفة وتاخذوا النتيجة نفس محلات البريوش الراقية، نفس البريوش تاخذوا فيه الصبح اللي تلقوه مورق. فهذا كله يعتمد على توريقة الكروسون نفسه كيف ينجح معاكم، ونفس العجينة ممكن تديروها حتى تمشي، حتى لو تديروها مثل معجنات شبيهة بالباف أو النوع من هذا ممكن تنجح معاكم جدا. حنقعد توا نفرد في العجينة كويس، نفردوها
بالشكل هذا. تو هنا راح ناخذ الزبدة يلي مصقعة عندي، أهم شيء لازم تكون الزبدة مصقعة، لازم جدا ما تكون الزبدة عندكم مصقعة يعني من الثلاجة فورا باش تشتغلوا بها. راح نحط الزبدة في النص، تمام، حطينا الزبدة اللي طبقناها في النص، وتوا بنطبقها على شكل رسالة. يعني بنجي نبي تركزوا لي من فوق كيف راح نطبقوها، حنجي من الزاوية هي ونبدأ نجيبها هنا، تمام، بعدين نجو من الزاوية هي نجيبوها هنا، نجو من الزاوية هي نجيبوها هنا، ونجو من الزاوية هي نجيبوها هنا، تمام. توا هناخد شوية دقيق ونبي نفرد العجين على شكل مستطيل، تمام. رح ناخد توا العجينة بنفردها على شكل مستطيل بهدوء بحيث إن الزبدة ما تطلعش منها. لو كانت الزبدة بدرجة حرارة الغرفة كانت رح تطلع، رح تطلع من الجناب، وهذا الشيء مش حيعطيني التوريق المطلوبة. فحنقعد نفرد فيه على شكل مستطيل، تمام، افردناها على شكل مستطيل. توا راح ناخد الجزء الثلث بربع. كيف راح ناخد توا الثلث هذا اللي عندي هنا، حنحطها بالشكل هنا، تمام، حطيناها هنا، وناخد توا ربع هو اللي بنسكر به. المفروض توا زي ما هي لازم ما تخلوها ترتاح في الثلاجة لمدة نص ساعة باش الزبدة ترجع تسقع مرة ثانية. يعني توا دابت عندي أول درجة الغرفة بعد ما طرحتها. نتخيل إن هي لازم تدور الخطوة هي. مشاهدينا الكرام، طلعناها من الثلاجة بعد نص ساعة، حناخدها زي ما هي، نرجع نحط شوية دقيق ونفردها من الزاوية هي، لأن أنا ما ريحتهاش. شوف الزبدة تطلع مني هنا هنا، لازم تريحوها على الأقل نص ساعة. ولو كان عندكم الجو في الصيف خلوها حتى ساعتين عادي، أهم شيء لازم تخلوها ترتاح. هنقعد توا نفرد فيها على شكل مستطيل تاني، حط شوية دقيق. ريت العجينة بدت لونها على الأصفر رغم ما فيهاش لا دحي ولا أي شيء، مجرد إنها من الزبدة أعطتني اللون هذا. توا بعد ما فردناها نرجعوا ناخذوا التلت نحطوه هنا، والربع نحطوه ونخليها ترتاح نص ساعة. نقعد نكرر في العملية هي على الأقل 3 مرات، تمام، كرروا العملية هي، لازم تكرروها على الأقل 3 مرات. بعد ما كررنا العملية هي 3 مرات حنفردها تاني، تمام. والت عندي توا الشكل بالشكل هو، راح نجيب قطعة البيتزا، محتاج لها، حنحي الزوايد، لازم تنحوهم الزوايد هما، طبعا ما تلوحوهمش. شوفوا حتى العجينة من هناك بدت فيها زي الطبقات هذه، مع ان درناها قلبة واحدة بس، فتخيلوا درناها 3 مرات شن كانت راح تطلع. لو تباع باف بيستري دورها معناها 6 مرات مش 3. طبعا عجينة الباف بيستري هي جيلي الملفات، جيلي اكثر من نوع من الحلويات. لازم نعطوها الشكل محدد من الزوايا، تمام، هما ما نلوحوهمش،
مجرد ان نجمعوهم مع بعضهم ونشتغلوا بيهم عادي جدا. توا بنجي اننا مجرد نبي توا نبدو بالشغل حنجي هنا بندير طبعا وحده حنضحوا من بها العجانب ديما كي نسوها. نجي توا من هنا هيك بالشكل تمام. توا هنا نجولي اول متلت هنبدو بهو خير حنقعد ناخذ نطوله قدر المستطاع بعدين نجي من هنا ونقعد نلف تمام. وهذا الشكل الكرواسون ناخذ واحده ثانيه ديك كذا حجم هذا الثاني نجو توا هي. طبعا هي ديروا في سندوتشات ديروا في مثلا طبعا يعز عليه الكرواسون يكون بالجبنه وطماطم ديروا فوقها الشوكولاته يعني عندكم حريه تامه في الخيارات. لو تبوا تحشوه ممكن هي على فكره نحشيها شايكم نحشوها تمام. راح نحشيها بريكوتا جربوها وادعوا لي انكم تاخذوا شويه ريكوتا بسم الله حطوا جبنه ريكوتا هنا في النص تمام ولفوها بالريكوتا هذه نابريكوتا. حابين مثلا ديروها بالزعتر ممكن. طبعا موضوع الحشو هذا اختياري. هنقعد نلفه فيه. هذا شكل البريوش. توا مجرد ما بناخذ طاجين لازم يكون فصله ورقة زبدة حنحط فيه البريوش يكونوا بعاد على بعضهم ندخلها في النص ما بينها صغيرة شوفوا الشكل كيف. توا هنا حنجيب صفار بيض صفار بيضة راح نحط فيها فانيليا تمام ونبي توا ندهن البريوش بالصفار البيضة هي انا طبعا في حاجات مش نستخدم لها بالفرشة فانا ديما ناخذ في ايدي زيت توا نقعد ندهن فيها بالشكل هذا. لازم ما توا بتخلوه يخمر ساعة على الأقل بهذا الشكل يقعد ساعة يخمر لازم تخلوه يخمر بالشكل هذا ساعة. طبعا هو المخابز يحطوا فيه في حاجة اسمها خمارة تاخذهم ديما 10 دقايق انتم خلوها ساعة يتخمر بالشكل هذا لما يخمر البريوش يزيد يتضاعف حجمه. طبعا درت حجمه كبير شوية انا احب البريوش يكون يعني حجم بتاعه. طبعا تبوا تضاعفوا الكمية قدامكم المقادير تقدروا تضاعفوها. الدهنة هي ما هيش محسوبة هي مجرد الدهنة خلينا نقول الدهنة هي للتخمير بس باش تاخذ الشكل. انا اول ما يخمر ما عادش نقدر نمس البريوش لاني لو مسيته حيهبط فندهنه من توا نخلوه يخمر لمدة حوالي زي ما قلت لكم ساعة. بعد ما يخمر عندي الكرواسون شوفوا الشكل توك فوق كذا عجينة كيف يبدأ شكلها وكيف بعد ما يطيب كيف يبدأ شكلها نشوفوا الفرق. حاجة يعني ممتازة جدا سهلة وبسيطة مجرد تبي وقت منكم بس فأعتقد وقت يستاهل انكم تديروه. حنمشي لفاصل قصير ونرجع لكم بس نشوف مع بعض كيف رح نحشو البريوش كيف رح نقدمه.
شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فراتا جوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام. طبعاً بعد ما خلينا البريوش يخمر لمدة حوالي ساعة، أنا توا رح نبدأ بتقديم البريوش الموجود عندي هنا اللي أنا طبعاً جهزته من قبل. جربوا الوصفة، لازم تجربوها لأنها فعلاً من الوصفات يلي تستحق التجربة. طلبتوها مني هلبة وأنا حبيت أني نقدمها لكم بالطريقة هي، أنها فعلاً من الوصفات الممتازة جداً. مقادير العجينة على الهواء، هنجيب توا هنا صحن حتى نقدمه فيه البريوش زي ما أنتم مثلاً تفضلوا. تبوا تحشوه مثلاً، عندكم الحرية التامة لو حابين تحشوه بشيء معين بتخلوه صادة، أنا زي ما أنتم ما تفضلوا يرجع لكم. شوفوا يعني كيف البريوش كيف شكله. أهم شيء بعد ما يطلع من الفرن، ملاحظة طيب نقولها لكم، بعد ما يطلع من الفرن لازم ما تخلوه يرتاح شوية قبل ما تشتغلوا فيه باش ما يهبطش منكم. معنا اتصال من أخت صابية من مسراتة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نهارك طيب أختي، يسعد مساك. يسعد مساك ونهارك طيب ورب يعطيك الصحة والعافية ما شاء الله. تسلمي، بارك الله فيك أختي، الله يفتح عليك، بارك الله فيك، شكرا لك. علينا وعليك يا رب. إن شاء الله عجبتك وصفة البريوش. ما شاء الله يعني. تسلمي، بارك الله فيك، كل بدوق، الله يفتح عليك، شكرا لك. شهيتنا، شهيتنا والله. وهذا تحدي يعتبر لما يجي شيف على الهواء مباشرة إنه يقدم كل شيء على الهواء مباشرة، يعني لا في حدث لا في شيء، كل حاجة شفت العين يعني. وهذا الأمان اللي حاولك يعني نخدم عليه الحق، إن يعني تكون نفس الصورة يعني اللي نشتغل بها تكون موجودة قدامكم الأمانة. إيه ربي يحفظك إن شاء الله. كنا نشوفوا لك في برامج تسجيلية لكن توا على المباشر. تحية لك وكل الزملاء. وأنا طبعًا أنا مبسوط إنكم يعني تتواصلوا معي، هذا شيء يعني يزيدني فخر ولا العظيم أختي صابرين. تسلم، وهذا أكيد. بارك الله فيك. تفضل أي سؤال أي استفسار. أنا طبعًا من عشاق البيتزا، ماشي نبي حلقاتك كي دير لايف على البيتزا، ماشي. تمام، تكون البيتزا اللي هي تكون مثلا بالمقبلات اللي هي فيها فايده، مثلا مش يعني زي نقول يعني الحاجات البحريه تكون عليها يعني، فهمتني؟ فهمتك. يعني انت بتبي اللي تكون يعني مرات بيتزا بالسي فود او في بيتزا بالدجاج او باللحوم، يعني مش تكون بيتزا بالجبنه بس. ايوه، تسلم، بارك الله فيك. حاضر. وربي يرحم والديك ان شاء الله، وان شاء الله دايما من تفوق لتفوق يا رب. شكرا لك اختي، الله يفتح عليك، وان شاء الله باذن الله المده الجايه الاسبوع المقبل ان شاء الله حنديروا وصفه، حتكون حنديروا حلقه خاصه بالبيتزا وبعجينتها بكل اسرارها باذن الله. شكرا لك اختي صابرين، نورتيني اختي. معنا اتصال من اخت سعاد من طرابلس. الو، السلام عليكم. انقطع الاتصال، نتمنى من اخت سعاد تعاود تواصل معنا. توا هنا مشاهدينا الكرام راح نبدأ نشتغلوا في البريوش. طبعا في بريوش توا طالع ترند شوي اللي هو طبعا بريوش الفستك او البستاسيوس. طبعا هي طبعا تجي زبده بشكل هواء، ندوبناها شويه بالميكروويف وندوبها خطوط بالشكل هذا. تحبوا تحشوه ممكن تديروه خطوط بهذا الشكل، هذا الشيء يرجع لكم. ممكن حدا يديره مثلا اوريو لوتس، هي الناس اللي تحب او الاشخاص اللي يفضلوا مثلا يكون البريوش يعني يكون مسكر هلبة
فهذه الطريقة اللي نحس فيها. طبعا ما نفضلش انكم تقصوه مربعات او لا، لان المداد البريوشة بهذا الشكل يعني ليها قيمتها. خلينا نوريكم واحدة يعني حرام تدك يعني بهذا الشكل وتدى وصفة ناجحة. يعني ممكن حدا لما نفتحها من الداخل شوفوا كيف الطبقات تبدأ عندنا هنا. أعتقد يعني حرام إنكم تقصوها مربعات، يعني شوفوا كيف مورقة البريوش عندي هنا. فلا نفضل يقعد شكله زي ما هو وزينه يعني بدون ما تفتحوا وتديروا، لا خلوك شكله زي ما هو. أنا فعلا حاجة شهية جدا ومن الوصفات الناجحة، ونتمنى بجدالكم تجربوها. أنا فعلا من الوصفات اللي لا تفوت. نعرف إحنا كعرب وكليبين قداش نحبوا الكرواسون بالذات في الفطور، فحرامكم تفوتوه بجديات العجينة. هي عجينة ناجحة جدا وبسيطة، يعني حتى مكوناتها مجرد توسعوا بالكم شوية في طريقة الطوي، انكم تطبقوها على أكثر من مرحلة وتخلوها تستاهل. نجود طبعا الشكل الثاني، احنا بنديره مثلا بالشوكولاتة. خلينا نحطها على الحاجة العالية هي. طبعا بندوب الشوكولاتة في الميكروويف. طبعا ما عندكمش ميكروويف، ببساطه في حمام مائي ممكن تذوبوها، ما فيش اي اشكاليه. هنحط البريوش، ممكن خلينا نحطه هنا افضل، حسيتك هنا تطلع احسن من انها تكون عاليه. فحندير استبدال، وانا اصلا مش عارف يعني نحب هالقلب الصينيه هي، فديما في كل حلقه تلقاها موجوده. نحط البريوش بتاع الشوكولاته هون، بنديره مثلا بالشوكولاته احنا قلنا، نديره ثلاثة تمام. خلينا نطلع النوتيلا من نسخن، ممكن الكشكاوي يساعدني اكثر. معنا اخت فاطمة من بنغازي. الو السلام عليكم. الو نهارك طيب اختي، يسعد مساك، اهلا وسهلا. الله يسلمك، لو سمحت نبي نسألك على البيتزا. البيتزا؟ ايه. تبي العجينة انت قصدك، عجينة البيتزا؟ ايوه عجينتها. تمام. كان معي كيكشات كمان نبي نرطها. شن هي؟ الو. انا معك اختي، عودي لي الكلمة الأخيرة بس ما سمعتهاش. تطلع معي شادة العجينة، نبيها شو رطبة. تمام، اوكي فهمتك. الطريقة العجينة انت اعتمديها، العجينة هي لانها من الوصفات اللي انا شخصيا معتمدها الحق. عندك 4 كوب من الدقيق، اهم شيء اختي تركزي، ركزي اختي فاطمة تكون دقيق خبزة مش دقيق حلويات. تمام. عندك 4 كوب من الدقيق الخبزة، عندك كوب من المية، عندك ظرف بيكنج باودر، عندك كشيك كبير من الخميرة، صوص كوشيك كبار من السكر، وكشيك صغير من الملح. أعجنيهم كلهم مع بعضهم، خليهم يرتاحوا لمدة ساعة، وبعدها اشتغلي بها. لو تبيها رطبة طلعيها من، أو ما تطلعيها من الفرن حطي عليها فوطة بخشة لو عندك أي شيء، بس تندي وتبدأ عندك رطبة البيتزا. تبيها مقرمشة خليها زي ما هي، تبدأ عندك مقرمشة. اهم شيء ما تضيفيلهاش حليب اختي، اهم شيء اختي ما تضيفيلهاش حليب. بس معلومه هامه والله، الحليب انا بضيف لها حليب كنت. لا 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 الحليب ما تضيفيلهاش، خليها فقط بالميه بس باش تجيك العجينه طريه. لو تبي تديريها خبزه خبازات او هيك ممكن تضيفي لها حليب عادي جدا. ما شاء الله عليك والله، ما شاء الله عليك صراحه، الله يفتح عليك اختي فاطمه، نورتيني وبارك لو فيك. شكرا شكرا لك، مشكورة أختي، الله يفتح لك، مع السلامة. مع السلامة. تمام، هذه بالنسبة للدرت بالفستق بالشوكولاتة والعسل. تمام، طبعا هذول الناس البار يلي يشتغلوا في الكافيهات يعني محترفين ما شاء الله علينا، يعني احنا شبابنا اولادنا اللي بين يعني ما شاء الله تابتين وجودهم في المجال هذا، تحية لهم. طبعا حنديروا بريوش بالطماطم والريكوتا كحاجه كي جميله. طبعا معنا اتصال من اختي منى من غريان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مساء الخير يا سيف. نهارك طيب اختي، يسعد مساك، اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك على المجهود. بارك الله فيك، تسلمي، كلك ذوق، الله يفتح عليك ان شاء الله.
أنا مثلا البريوس، البريوس نصف كوب مية بس في العجنة متاعها. أنا طبعا ذكرت نص كوب من المية وقصدت ما بدش نحط لكم الكيال الكامل، أنا في أنواع من الهيك تشرب، فأنا قلت لكم نص كوب من المية وخلوا بالدرق حسب الحاجة. أنا ممكن خلت مني راهو كوب إلا ربع من المية الدافية، فديما خلي عينك ميزانك في المية لين تبدأ عندك قوام العجينة. أنا هي موجودة عندي العجينة، لين إذا قوام العجينة زي ما قلت لك هيك، إذا قوامها تحسيه بين الخبزة بين ال، ما هيش لينة وما هيش جافة هلا. بالضبط بالضبط. مشكور يا شيخ. الله يفتح عليك. حتى نتاع البيتزا اللي تو كيف تكلمت عليها، فعلا هو البيتزا ما تبيش حليب وما تبيش زبادي، صح. يعني لا 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 زبادي لا حليب لا زبدة لا لا دحي كلها، لا لا مية فقط، عجينة مية بس عجينة بيتزا. صح. شكرا بارك الله فيك. الله يفتح عليك، بارك الله فيك أختي، شكرا شكرا على اتصالك، بارك الله فيك. طبعا أنا كان عندي موس ومش عارف وين مشي، أنا طبعا فتحت بيه واحدة الأمانة، فهي مش تحسبوها علي رجاء من الأخوات، الشيف يا بفتح بريوش بالمقص لكن ما فيش بديل، فمش عارف وين راح، يلا ما علينا. المهم فتو أنا هنا نبي نفتح مجرد بريوش، هي ما فيهاش كيف، يعني ضروري نفتحها بس بنحشيها. فافتح طبعا هنا البريوش، راح ناخذ تو الريكوتا هذه، طبعا جربوها البريوشة هي نبيكم مكي جربوها، انها فعلا من الوصفات خياليه، انكم مجرد تاخذوا بريوشة، ناخذوا مثلا قطعه ريكوتا ولا جبنه معصوره المتوفره عندكم نحطوها، تمام. خلينا نحط واحده هنا، طبعا ديروها بجبنه ريكوتا جبنه معصوره زي ما انتم تفضلوا، هذه من الحاجات البريوشات اللي طبعا انا قبل حاط جبنه وزعتر انا هنا، حطيت ريكوتا. عرفتوا ريكوتا يعني تعطي ميكس غريب جدا، وهذا علاش مشاهدينا الكرام ان قلت لكم ان انا ما كثرتش كيال السكر، نبي الطعم يكون محايد، يعني بالبريوشه تمشي في الزوز مع جبنة مع الزعتر مع الطماطم. هيا نفتحوا البريوشة، هي شوفوا كيف البريوشة عندي كيف مورقة. هناخد الريكوتا نحطوها، ريكوتا جبنة كريمي أي نوع من الأجبان أنتم تفضلوها، أنا نحط حتى في جبنة شرايح تكون البيضة كي نطويها كي زي توا كي نطبقوها ونحطوها معاهم، هيك حاجة كي يعني مع طاسة شاهي أحمر الصبح خيالية يعني، تمام. وبنحط عليها شوية زعتر، موضوع البريوش هذا ذوق، انتم شو بتحطوا بتحشوا او شو بتقدموه مع شيني، هذا كل حسب الرغبة، اهم شيء العجينة تكون عندكم ناجحة، بعدين انتم تنطلقوا في تقديم البريوش او في حشية او في اي شيء. ممكن حتى ناس تدير في بوفيهات او مهالنوع ديروا ميني اصغر، المثلث تديروا اصغر وتقدروا تلفوه وتحشوا به عادي جدا. معنا اتصال من اختي سعاد من طرابلس، الو السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. اهلا وسهلا بك اختي، يسعد مساك. مساء النور، نقول لك ما شاء الله على البريوش اللي درته. الله يفتح عليك، شكرا شكرا لك اختي، بارك الله فيك، شكرا لك، الله يفتح عليك. ما لازم تجربي الوصفه راه ان شاء الله باذن الله، لكن معليش يا اخوي بدي نطلب منك طلب بس، تخصص لنا حلقه، بتخصص لنا حلقه نديها حلويات بدون سكر. تمام، انا طبعا راو درت حلقه اختي سعاد، درت حلقه يوم الثلاث درناها، كانت حلقة حلويات بدون سكر، درنا فيها كيكات، درنا فيها كيكة وجيس كيك، كانت من غير سكر، هي حلقة طبعا حلويات الرجيم لكن تمشي حتى لمرضى السكر بحكم ما فيهاش لا سكر لا أي شيء، فقط بستيفيا درناها سكر ستيفيا. درنا طبعا الكيكة ودرنا حتى بالشوكولاتة، درناها هي الكيكة نفسها درناها بالشوكولاتة، يعني كيكة شوكولاتة لدايت، يعني حتى الشوكولاتة استخدمناها شوكولاتة دارك، يعني تقدر تاخذوها لمرضى السكر عادي جدا. لك ومع هذا أنا طبعا حنعاود، طبعا أختي سعاد مديرتي لها لايك صفحة سفرتنا ولا إن شاء الله بإذن الله، أنا بنعاود بنزل حلقة بنعاود نديها مشاركة بنزلها في الصفحة مرة ثانية بشكل تتفرج عليها كاملة، وحنعاود حندير لكم وصفات ثانية وجديدة من الحلويات المرضى السكر بإذن الله إن شاء الله، حلب الطلب إن شاء الله.
الله بارك الله فيك يا في تبارك الله. الله يفتح لك يا أختي سعاد، ومشكورة جدا جدا على اتصالك، نورتيني. هذه طبعا بالنسبة للبريوشك يا عبنا جرجير. معنا اتصال من خوي إيهاب من طرابلس. ألو السلام عليكم. ميهاد خوي ميهاد، أختي ميهاد أو خوي. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. الحمد لله الحمد لله. في نعمة، شن أخبارك؟ شو الأمور؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. نهاد نهاد نهاد. إيه أهلا وسهلا بك. بلاش تعودها لي. تمام بالله يا أخي. رمضان نزلنا الوصفة على الشاشة، مكونات العجينة. صحيت بارك الله. تمام، ودي سكرين شوت بس طحوا فضوع عندكم. إن شاء الله بارك. شكرا. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. بارك الله. شكرا شكرا على اتصالك، شكرا لك. تمام، تو هنا بالنسبه للبريوش هذا درناه طبعا بالخضره بالطماطم، جبنه ريكوتا، طبعا مكونات العجين على الهواء حتى تاخذوها مثل سكرين شوت. طبعا درنا كذا شكل من البريوش، درنا اللي هو بالفستك، تمام، درنا بالمرح اللي هو طبعا بالجبنة ريكوتا وطماطم جرجير زعتر جبنه كريمي الموجود عندكم، ودرنا طبعا بريوش بالشوكولاته والعسل، هذا طبعا الراعي الرسمي لفطورنا احنا هنا في ليبيا. ودرنا البريوش هو الصاده اللي خليتها صاده حتى تشوفوا العجينه كيف مورقه وناجحه عندكم. طبعا سعيد جدا بالحلقه متاع اليوم، يعني فعلا ما بيش اقول لكم تعبت فيها، ولكن ركزت في الكيال كويس وركزت في الطريقه حتى انبسطتها للاخوات ويدروها بكل سهوله. مكوناتها سهله، يعني مكونات العجينه يعني سهله جدا، فقط التزموا بالخطوات اللي درناها حتى تنجح معكم الوصفه. طبعا هذا بالنسبه للبريوش، وهو عجينه شايفين كيف شكلها، بدك يتخمر وريحة الفانيليا جميلة جدا. ملاحظة، أهم شيء ردوا بالكم، وأنا طبعا خليت الكوب وموريتاج، ما تعجنوش البريوش بالحليب نهائيا. عجينة الكرواسون ديروها فقط بالمية بس تعطيكم التوريقة. هي لو عجنتوها بالحليب حيرد عجينة قطنية، هذه اولا. ثاني، لو تلاحظوا في عجائن مثلا زي خليط النحل زي المانكي البريد اللي درناه فيما سبق، الخبزات حدا قلتها لاختي فاطمه متاع الخبزه، لو بتديري خبزات ديريها بحليب، عجنها بحليب، لان النبوه احنا تكون العجينه قطنيه بس تجي الخبزه محشيه جوها مليح. اما بالنسبه للبريوش ما نبوش قطني نهائيا، نبوه مورق زي عجينه الباكلاوا، عجينه البف بيستري، عجينه القلاش، عجينه البوريك، اي عجينه احنا القصد منها نبوها مورقه تنعجن بالميه بس، لان البروتين الموجود في الحليب يهبط الجلوتين ويهبط الخمايل فمش هخليها تتورق منها وفيها. هذه بالنسبه لوصفتنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا المشاهدين الكرام زي ما استمتعت معكم. نحب نذكركم بمواعيد البرنامج كل سبت وكل ثلاث ساعه سادسه مساء، الاعاده كل احد وكل اربع ساعه 11 الصبح، والحلقه تنزل كامله عبر صفحه سفرتنا. وطبعا انا بعد كل حلقه نزل في صوره ونزلها، لان نشوف في تعليقات يقولوا نبوا الحلقه او هرب الضي او غيره، الحلقه هذه تلقوها في البوست اللي قبلها، تلقوها الحلقه نازله باذن الله. نشوفكم على خيره الله في حلقات جديده ومميزه معكم ايهاب بن رجب، نتلاقوا على خيره الله ان شاء الله. تحياتي للجميع. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرات جوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية
091-810-0340 091-810-0040. الدوفان فن صناعة الآثار. Hmm.